انا اتفرجت على الشوط الثاني. ايوه لا يعني ما اعرفش، ضروري الشوط الاولاني كان احسن، لان انت اتحسب عليك ضرب جزاء واحضرت ضرب جزاء وحرصت هدف، وفريق غانا مكتمل، وبعدين وفريق غانا ينقصه لاعب لحد نص الشوط الثاني، كان اللعب عشوائي جدا. ضغطنا طبعا بقوه ولكن بعشوائيه ايضا. أيوة. في تسرع عجيب جدا من المنتخب، ودي كانت منعكسه حتى على البادي لانجوج او اسلوب متابعه المدرب ميكالي. ما كانش مبسوط من الاداء يعني. انما هي جعلت الماتشات الوديه كويس انه اتعمل قدام غانا لكشف الاخطاء، عشان يعرف كمان يعني يقول انتوا متوترين في ماتش ودي. ايه ده يعني ليه يعني؟ فالحقيقه كويس انهم عملوا الماتش ده مع غانا. انما منتخبنا احنا بقى الوحيد اللي كان مبسوط وحاسس ان كده كويس قوي فيتوريا، المنتخب الاول. احنا طبعا قناعاتنا واحلامنا وطموحنا عايزين افضل من كده اداء، لان عندك لعيبه تقيله فعلا يعني، وهم ايضا عندهم لعيبه محترفين كتير ولعيبه وما هيش فرقه سهله. لكن يعني هنلتمس العذر يعني، مثلا محمد صلاح ما هو جاي من اجازه ومن صيف وكان لسه على ولعيبه يعني الاهلي كلها منهكه حته لعيبه الاهلي بقى منهكه وفرحانه. يا كابتن ايمن انت مش دورك كمدرب مساعد تطلع تعلق، فطلع يقول لك لعيبه الاهلي ما كانوش مركزين، وهو ده اثر بالسلب على المنتخب. يعني ده اللي ربنا، طب وبقيه اللعيبه يعني ده اللي ربنا الهمك عليه يعني. يعني ليه ده ملي نحط نفسنا في حته؟ ايمن عبد العزيز. ايمن عبد العزيز، انا قلت ايه؟ ايمن. ايمن عبد العزيز ليه؟ يا كابتن ايمن انت عارف انك انت التعليق ناس هترتاح له وناس مش هترتاح له. ما تسيبك حتى لو ده حقيقي، ما هو طبيعي انك انت جاي لك فرقه من ثلاث ايام من نهاية افريقيا كسبانين. بالعكس فيتوريا كان شايف ان الروح المعنويه احسن ما كانوا يجوا خسرانين، كان هيبقى في احباط. وبعد هو نسبه اللعب اللي لعبه كام لعيب يعني من مثلا الباقي ايه؟ يعني اثر بالسلب على المنتخب. لازم يحطوا لك حاجات كده تثير الجدل. ما كانش موفق في التعليق ده، وارجو انه مستقبلا يراعي ان هو مدرب المنتخب دلوقتي.